السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، كي دايرين اليوم؟ غنقراو النص القرائي نبتتو والصداقة. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل يوم جديد. صفحة 16 و17. نبتة الصداقة. عماد وعمار صديقان ترطبهما روابط الوفاء والإخلاص، يتشاركان الأفراح والأحزان ويقضيان معا أجمل الأوقات، وهما يلعبان ويمرحان أو يشتغلان. في أحد الأيام، وبينما كانا في حديقة الحي يتجولان، وجدا نبتة تفوح منها رائحة زكية فأعجب ثم قال عمار: ما رأيك يا صديقي أن نعتني بهذه النبتة حتى تكبر وتثمر وتصبح رمزا لصداقتنا؟ أجابه عماد: فكرة صائبة يا صديقي، فلنجعل هذا الأمر سرا بيننا. مر الأيام والصديقان يرعيان النبتة باهتمام ويسقيانها بانتظام. ذات يوم، بينما كان عماد يتحدث مع صديق آخر في الساحة المدرسة، زل لسانه فأفشى السر. علم عمار بالأمر فأستاء كثيرا، لأن صديقه لم يعد أهلا للثقة. بعد مضي أسبوع، اشتاق عمار إلى النبتة الصداقة، فذهب يتفقدها فوجدها زابلة صفراء. اختاض عمار وعاد إلى البيت حزينا. رأت الأم ابنها كائبا فسألته عن السبب، فأخبرها بما حصل. قالت الأم: كل إنسان يخطئ، ولا بأس إذا أخطأ الصديق، فعلينا أن نتحلى بالتسامح يا بني. فالتسامح والعفو من شيم الكرام، بهما تنمو الصداقة مثل النبتة إذا سقيناها واعتنينا بها. فهم عمار كلام أمه وتذكر الأوقات السعيدة التي كان يقضيها مع صديقه عماد، فأسرع إليه وما إن رآه حتى سلم عليه واعتذر له. ومع مرور الأيام، ازداد صداقة الطفلين قوة ومتانة. أما النبتة فكبرت أكثر وأكثر حتى أصبحت شجيرة. السؤال الأول يقول: أحذف مقطعا من كل من الكلمات التالية وأقرأ الجمل الكلمات الجديدة: سعيد، عادة، ناقوس، صادفة، جدود. سعيد: سنحذف المقطع ص وسيقرأ عيد. عيد. عادة: سنحذف تون سيكون عادة. ناقوس: سنحذف نا سيقرأ قوس. قوس. صدف وستقرأ صاد. جدود سنقرأ
ستقرأ دود. سؤال ثاني يقول: أصل كلمة بمعناها المناسب. زل، زال، أزال، محى، أخطأ، سقط، أنقض. زل، أخطأ، سقط، زال، انقضى. أزل، محى. زال مع سقط أخطأ، زال انقضى، أزال محى. السؤال الثالث يقول: أضع الكلمات المناسبة في كل جملة مع التغيير ما ينبغي تغييره. صديقي كرته، صديقنا جدته المريضة. يفقد صديقي الكرة كرته. يفقد صديقي كرته. صديقنا جدته المريضة. يتفقد. يتفقد صديقنا جدته المريضة. اغتاظ، أغاض أبي لأنني أغفلت واجباتي. تصرفي صديقي. هنا سنكتب اغتاظ. اغتاظ. اغتاظ أبي لأنني أغفلت واجباتي. تصرفي صديقي. أغاض تصرفي صديقي. سؤال أربعة يقول: أصوغ الكلمات كما في المثال. مرة، أمر، مار، مرور، حل، أحل، حال، حلول، حل، أحل، حال، حلول.